ازيكم عاملين ايه؟ واهلا بيكم معايا من تاني فيديو جديد. لاول مره بيتابعني انا غاده، قناتي للاشغال اليدويه البسيطه وبعض الانشطه التعليميه للاطفال في سن التاسيس. كنت عامله فيديوهات قبل كده، هسيب لكم الروابط بتاعتها في صندوق الوصف. لاول مره بيتابعني وحابب يشترك في القناه يضغط على علامه الاشتراك اسفل الفيديو وعلى علامه الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل الفيديوهات الجديده اللي انا بنزلها على القناه. النهارده بالنسبه للعوده للمدارس حابه معاكم فكره حلوه جدا، وهي طريقه عمل مقلمه ان شاء الله تعجبكم، مقلمه ميني ماوس للاولاد والبنات. انا نفذتها هنا مقلمه لاولادي وهنفذها معاكم في الفيديو مقلمه بناتي. كل اللي نحتاجه عشان خاطر نعمل المقلمه دي هنحتاج ورق فوم اسود واحمر وابيض جليتر، لو عندكم فوم ساده برضو اعملوا بيه يعني على حسب الموجود عندكم. وهنحتاج اللي هو الدوسيه او الظرف اللي هو بتاع حفظ الورق ده، شكله ده موجود في كل بيت. وهنحتاج اللي هو مسدس شمع ومسطره ومقص وقلم، واللي هي القطاعه بتاعت الورق اللي بتقطعه على شكل مدور. اول خطوه نبدا نعملها، نبدا نحدد مقاس المقلمه بعرض حوالي 11 سنتي وارتفاع حوالي 20 سنتي. هكتب لكم المقاسات دي في صندوق الوصف. بعد كده هنبدا بالقلم نعمل شكل كده نص دايره من فوق، يا رب تكون باينه معاكم بالشكل ده. كده هنعمل زي كده شكل نص دايره. بعد كده هنبدا نقصها بالمقص. ده بقى شكلها. بعد كده هنبدا نحدد المقاسات على الفوم الاحمر، بس هتكون اكبر شويه من اللي هو الفوم الاسود. العرض بتاعها هيبقى حوالي 12 سنتي، برده هكتب لكم المقاسات برده بتاعتها في صندوق الوصف. هيبقى العرض بتاعها حوالي 12 سنتي في ارتفاع 10 سنتي. وبعد كده هنبدا نعمل برده نفس اللي هو شكل القوس من فوق، نص دايره بالشكل ده. ممكن تستخدموا اللي هو الفوم اللي بيتلزق مع اللي هو الفوم الاحمر او الفوم اللي هو العادي وتبداوا تلزقوه بلزق الشمع، بس انا حبيت اللي هو الفوم اللي بيتلزق عشان خاطر ده اللي هنلزقه على اللي هو الدوسيه بتاع الورق. بعد كده هنبدا نقصه بنفس الطريقه. كده هنبدا نجهز اللي هي المقاسات بتاعه اللي هي الدوسيه من الجزء ده. كده هنبدا نحدد حوالي ارتفاع 20 سنتي. والعرض هيبقى حوالي 12 سنتي. احنا قلنا العرض ده بتاعه حوالي 11 سنتي، احنا هنا هنزود حوالي 1 سنتي. ارتفاع 20 سنتي. اهم حاجه نخلي اللي هي الكليبسه دي تبقى في النص كده بتاعت الدوسيه. بعد كده هنبدا نقصه من الجزء ده كده. بالشكل ده. بعد كده هنبدا نقلب اللي هي الدوسيه كده في الظهر، وهنبدا نقلب من الجزء ده حوالي نص سنتي ومن هنا حوالي نص سنتي، علشان خاطر انا عايزه الظهريه بتاعه الدوسيه تبقى بنفس المقاس اللي هي بتاعه ورقه الفوم اللي هي السوداء. عايزه الظهريه تبقى اقل من اللي هو الجزء اللي هو يبقى من قدام. بعد كده هنبدا نقصها. يا
يا رب الخطوة تكون واضحة معاكم جدا. اهم حاجة تخلوا الظهرية بتاعة اللي هو الظرف بتاع الدوسيه مقاسها اقل من الواجهة بتاعته، هنقلل بس حوالي نص سنتي من الجنبين. لو خدتوا بالكم هتبقى دي نفس اللي هي المقاس بتاعت اللي هي الفوم الاسود، ودي عايزاها تبقى زيادة شوية اللي هي الوجه اللي قدام عشان خاطر تسيب مساحة اللي هي الاقلام بتاعت المقلمة اللي هي ايه تبقى تدخل فيها بسهولة وتبقاش ايه ضيقة على الاقلام. بعد كده هنبدأ نلزق اللي هي اطراف اللي هي الدوسيه المفتوحة دي باللزق اللي هو العادي. نبدأ نعمل كده، بس ناخد بالنا ان احنا نخلي اللي هو الطرف اللي هو الطويل على الطرف القصير، يعني الطرف الطويل اللي هو اللي قدام اللي احنا قصيناه نخليه على الطرف اللي هو القصير اللي هو من ورا. ثبت الاثنين على بعض اهم حاجة بالشكل ده. ممكن تعملوها بلزق الشمع بس انا حبيت اللي هو اللزق العادي عشان مش بيبان ان هو كأنه عادي الدوسيه مش بالشكل ده. انا حبيت اللي هو اللزق العادي احسن من اللزق الشمع. اللزق الشمع بيسخن مع اللي هو البلاستيك وممكن يلسعكم وبعد كده هيبان من الدوسيه. هنعمل بقى الطرف التاني بنفس الطريقة برضو، هنضم اللي هو الطرف الطويل على الطرف القصير وهنلزقه. الشكل ده كده هنبدأ نقفل عليه كده. بعد كده اخر حاجة هنبدأ نعملها هنبدأ نلزق اللي هو الجزء اللي تحت. بعد ما لزقنا الجنبين اللي فوق هنثبته كده. بقى اللي هو الدوسيه معانا بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. بعد كده لو حابين تسيبوا الجزء اللي من فوق ده كده سيبوه، لو حابين تدوه شكل ممكن تعملوه على شكل مثلث. انا حابه ان انا اقصه على شكل مثلث زي ده كده زي ما انتم شايفين. هبدا اقصه كده من هنا من الجزء ده، هبدا اخد خط كده الناحيه الثانيه نفس الطريقه. الشكل ده بعد كده بالفوم الاسود عملت دايرتين بقطر حوالي 3 سنتي اللي هي تبقى الودان ميمي. وبعد كده هجيب الفوم اللي هو الاحمر الجليتر وهبدأ ارسم عليه شكل فيونكة بتاعت ميمي. هسيب لكم الباترون بتاع الفيونكة في صندوق الوصف، هسيبها لكم على الجروب بتاع اللي هو الفيس. هي طريقتها سهلة جدا في الرسم عامة يعني. ده شكلها. بعد كده هنبدأ نقصها بالمقص. بعد ما قصيت الفيونكة بالشكل ده بعد كده هنبدأ نثبت اللي هو الدوسيه على الجزء ده. هنبدأ نحط كده من الأطراف، هنبدأ نوزع على الأطراف كده كلها والجزء اللي في النص. اهم حاجة نثبته كويس ونبدأ نعمل بايدينا كده ونثبت الجزء ده كده بلزق الشمع برضو اللي هو من فوق كده. اهم حاجة بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نلزق اللي هو الفوم الاحمر على اللي هو الدوسيه اللي معانا ده. بعد كده هنبدأ نثبته كده من تحت اللي هو الكلبسة دي، هنبدأ نثبتها كده
الاطراف كده مع بعض، والجزء الزياده دوت هنبدا نلزقه كده من ورا، وممكن برضو نثبته بلزق الشمع. زي ما قلت لكم ممكن في الفوم الاحمر ده تستخدموا فوم احمر بيتلزق او اللي هو العادي. بعد كده هنبدا نلزق ودان ميمي، هنحط بلزق الشمع في الجزء ده، هثبته كده هنا بنفس الطريقة. بعد كده هنثبت الفيونكة، بالشكل ده كده. بعد كده بالفوم الابيض قصيت كده حوالي اللي هي الدوائر بالشكل ده زي ما انتم شايفين، اللي هي بالقطاعة اللي هي بتاعت الورق. بعد كده هنبدأ نلزقها. ممكن تستخدموا فوم ابيض بيتلزق، او ممكن تستخدموا اللي هو الفوم العادي وتلزقوه بمسدس الشمع، بس انا افضل اللي هو الفوم العادي وتلزقوه بلزق الشمع عشان خاطر الدوائر ما تطلعش بعد كده من المقلمة بالشكل ده كده، عشان خاطر الاطفال حركتهم كتير مع الحاجة فممكن يطلع منهم بكل سهولة، فانا افضل اللي هو ان احنا نلزقه بلزق الشمع عشان خاطر يثبت كويس. اللزق اللي هو الفوم اللي بيتلزق ممكن يطلع بكل سهولة مع الوقت ومع الاستخدام. وده بقى شكل المقلمة بعد ما خلصتها ونقطتها كده بالفوم الابيض. بعد كده هنبدأ نحط الاقلام كده هنا جوه، بعد كده هنقفل المقلمة بالشكل ده. دي مقلمة للبنات زي ما قلت لكم، دي مقلمة لأولادي، الاثنين نفس الطريقة. لو عندكم بنات تنفذوا لها الشكل ده، ولو ولد هتنفذوا له بالشكل ده من ميني ماوس. يا رب تكون فكرتي عجبتكم النهارده ويكون الفيديو سهل وبسيط، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تتابعوني، واشوفكم الفيديو الجاي فكرة جديدة ان شاء الله.